مشاهدينا دعونا ننتقل معكم الآن لمتابعة هذه الأحداث والأنباء التي تصل من فرنسا، تحديدا من جنوب فرنسا من مدينة نيس، كما تتابعون آخر الأخبار العاجلة في الشريط الأصفر أسفل الشاشة. وسائل إعلام فرنسية تتحدث عن هجوم بسكين قرب كنيسة في مدينة نيس الفرنسية، أنباء تتحدث عن مقتل شخص وإصابة آخرين. الشرطة الفرنسية تقول بأنه تم اعتقال شخص بعد تنفيذه هذا الهجوم بالسكين في مدينة نيس، ووزير الداخلية الفرنسي يقول بأن عملية أمنية جارية في مدينة نيس. دعونا نعرف تفاصيل أو نتعرف على تفاصيل أكثر حول ما يحدث والمعلومات المتوفرة مع مراسلتنا عزة غريبة، تنضم إلينا من باريس. عزة، ما الجديد؟ ما المعلومات المتوفرة حول هذه العملية؟ نعم، المعلومات باتت مؤكدة من السلطات الفرنسية، من وزير الداخلية بالتحديد. هناك مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم بالسكين وقع قرب كنيسة نوتردام دي نيس في مدينة نيس، وهناك معلومات من داخل المدينة تقول بأن الهجوم قد وقع داخل الكنيسة وليس بقربها. المعلومات متضاربة حول المكان بالتحديد، ولكن المؤكد أن شخصا قد قتل، يتردد بأنه امرأة، وقد جرح آخرون في هجوم نفذه شخص في مدينة نيس قرب كنيسة نوتردام دي نيس أو داخلها، وهذا الشخص قد تم اعتقاله. وزير الداخلية توجه إلى مقر الوزارة، وزارة الداخلية، حيث تعقد الآن خلية أزمة لبحث ما جرى، وخاصة أن التهديد الإرهابي مرتفع جدا في فرنسا بحسب تصريحات لوزير الداخلية ولرئاسة أو مديرية شرطة فرنسا. إذن يأتي هذا الهجوم في وقت تتزايد فيه الدعوات لمهاجمة فرنسا. كان هناك بيانات حتى لتنظيم القاعدة تطلب من مريديها مهاجمة فرنسا ومصالح فرنسا في الخارج. إذن هذا الهجوم بالسكين يأتي بعد أيام قليلة على مقتل أستاذ التاريخ في مدينة كونفلان سانت أونورين، وكل ما تلا ذلك من تصعيد حول فرنسا وجدل حول مسألة الرسوم المسيئة للإسلام. المؤكد الآن بأنه قد تم إلقاء القبض على المهاجم، وربما سيسمح ذلك بمعرفة دوافعه وأيضا تفاصيل هذا الهجوم، ولكنه بالتأكيد يأتي في وقت تغلي فيه البلاد أمنيا. هناك استنفار أمني شديد، قبل يومين كنا في جادة الشانزليزي بعد قطعها بسبب إنذار بوجود قنبلة عند قوس النصر، كان هناك استنفار أمني، وتبين لاحقا بأنه لم يكن هناك قنبلة وكان الإنذار كاذبا. بالتالي الوضع الأمني في فرنسا هو في توتر شديد جدا. هناك تضارب في الأنباء بكل تأكيد حتى اللحظة، يعني عزة، هناك وسائل إعلام تتحدث عن مقتل شخصين، الكثير من الأسئلة. بالتأكيد نحن سنكون في انتظار معلومات مؤكدة من مصادر رسمية فرنسية حول هذه العملية. يبدو بأن هذه صور أولية لهذه الكنيسة نوتردام دي نيس من جنوب فرنسا. يطرح هنا تساؤل، يعني عزة، لماذا نيس تحديدا؟ الدعوات لمهاجمة فرنسا والتي يتحدث عنها الإعلام الفرنسي بشكل كبير في الفترة الماضية تقول مهاجمة فرنسا في كل الأماكن. لذلك نيس، وإن كانت هي هدف لاعتداء إرهابي تسكري عندما قام مهاجم بدهس مجموعة من الأشخاص بسيارته، ولكن هذه المدينة هي مثل كل المدن الفرنسية الأخرى هي مستهدفة بسبب هذا التوتر الأمني الموجود في فرنسا حاليا والدعوات لمهاجمة فرنسا. الآن تأتي معلومات عن مقتل شخصين، إذن يبدو بأن أحد الجرحى قد توفي
نتيجة جروحه. إذن الحصيلة الآن ذاتت مقتل شخصين وجرح عدة أشخاص في هجوم على كنيسة أو بالقرب من كنيسة. لحد الآن المعلومات متضاربة حول الموضوع في مدينة نيس، ونذكر أيضا بالسياق الذي يأتي خلاله هذا الهجوم بعد الاعتداء الإرهابي الذي أدى إلى مقتل إذن الأستاذ أستاذ التاريخ صموئيل فكي في مدينة قرب باريس تدعى كونفلون سانت أونورين. إذن المعلومات الأولية، هناك أيضا تغريدة للسلطة الفرنسية تالية الآن تقول بأنه هناك عملية أمنية جارية في محيط كنيسة نوتردام، وتقول تطلب من الجميع عدم التوجه إلى المكان، تفادي المكان. إذن هناك خوف أمني ضرب حول الكنيسة. دائما عندما يكون هناك عملية إرهابية تخشى الشرطة من أن يكون هناك أشخاص آخرين متواطئين مع المهاجم، وبالتالي هي تمشط المكان أولا بحثاً عن شخص متواطئ معه أو بحثاً عن متفجرات. لذلك نرى هذا العدد الكبير من سيارات الشرطة، سيارات الإسعاف بالتأكيد، لأن عدد الجرحى يعني يبدو بأن هناك أكثر من جريح، وأيضا سيارات الشرطة التي تصل إلى المكان. هناك فرق عادة من الشرطة المختصة بالبحث عن المتفجرات، وتستعين عادة بكلاب متخصصة أيضا بالبحث عن المتفجرات تصل إلى المكان. إذن هناك خوف أمني مفروض، وقد اعتقل المهاجم. هذا يشكل فارقا عن الهجوم الأخير وعن هجمات كثيرة، لأنه ربما نتمكن من معرفة دوافع هذا الهجوم وتفاصيل إضافية. صحيح عزة، ودعيني أعيد مرة أخرى وأكد بأنه حتى اللحظة يتم الإعلان حسب مصادر إعلام فرنسية عن مقتل شخصين في هذا الهجوم، وهناك أنباء عن عدد من الجرحى، ولكن الأرقام غير واضحة ومحددة. عزة، بالحديث يعني بعد مقتل أستاذ التاريخ في إحدى يعني مناطق ضواحي باريس، استنفار أمني كبير ليس فقط في باريس بل ومدن فرنسية عدة، خاصة كما ذكرتي كان هناك يعني بيانات ودعوات لمهاجمة فرنسا ومصالح فرنسا. شكل هذا الاستنفار سأعود إليك بعد قليل بكل تأكيد عزة.